وسبحان الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم هنا من مشعر منى حيث يبيت بها الحجاج هذه الليلة وليلة غد بإذن الله، ويبقون فيها لرمي هذه الجمرات، هذه الشعائر التي تقام من شعائر الله عز وجل استجابة لأمره واستجابة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والآن في هذه جلستنا كوب شاي نستضيف أحد مراسلينا الأستاذ حسن عبدو، أهلا وسهلا. حياك الله شيخ ناصر، وحيا جميع المشاهدين، سعدنا بك. نحن أسعد كثيرا جدا. الله يبارك فيك حبيبي حسن. كانت لكم تقارير كثيرة، لكن التقرير اللي كان وسنعرضه اليوم كان عن الحملات اللي تسمى البي اي بي او الحملات خمس نجوم، لو تطلعني شوي على رحلتك وانت تغطي هذا. والله في البداية بس احب اشكر جميع المصورين وجميع المراسلين. هذه السنة طبعا باعتبار ان يوم عرفة جامعة يوم الجمعة كان في زحام شديد، فكانت مسألة تنقلات من مكان لمكان مشى المكان فيها نوع من الصعوبة، فانا احيي عبر شاشة المجد جميع المراسلين وجميع المصورين. التقرير القادم هو عن حج البي اي بي او الحج الخمس نجوم. هو صراحه جدل يتكرر كل سنه، احيانا فيه تعارض بين الرفاهيه، هل هناك تعارض بين الرفاهيه وبين الروحانيه؟ البعض يعني ياخذ راى انه الاجر على قدر المشقه، والبعض يقول لا، المشقه المصطنعه قد لا يكون لها اجر، اذا في امكانيات الواحد ممكن يحج بشكل افضل. صعوبه التقرير كان ان نبحث عن حمله توافق على التصوير داخلها، كان البعض كان يتحفظ يعني حملات البي اي بي تتحفظ انه يمكن في تشويه لسمعتها او يمكن في بطريقه او باخرى دعايه سلبيه لها، والحمد لله وجدنا احد الحملات اللي تعتبر حملات خمس نجوم وصورنا وكنا شفافين معهم. انتم متهمون كحملات انكم تبالغون في الرفاهيه وتبالغون في الترف، فهل هذا يخرق الروحانيه؟ وكانت ردودهم صراحه قمه في الموضوعيه. اخذنا ايضا مفتي الحمله كتكلم بشكل شرعي، اخذنا القائم على الحمله، اخذنا ايضا الحجاج من الحمله اراءهم، كيف ترون انتم الان في موقع في موضع اتهام، هل ترى انه والله يعني انا ما اريد ان احرك التقرير. ممكن هو حتى يتصور معنا المشاهد، هي الحملات التي نتحدث عنها هي حملات غاليه الثمن وتقدم خدمات راقيه جدا شبيهه نوعا ما بالفنادق خمس نجوم او بالفنادق. الجدل عند الناس يقولون الانسان رايح للحج والاصل فيه ان تكون المشقه والتعب، وبعض الناس لا يقول انا اريد ان اوفر واكون مرتاحا حتى اؤدي العباده ولا افكر في اي شيء ثاني. بين هذا وذاك يعني ارتأت قناه المجد ان تصور احد هذه الأماكن أو أحد هذه الحملات، وترى رؤى الناس المتباينة، يعني المصور أتى بصور، حتى أنا كنت سمعت التقرير والذي سيعرض على المشاهدين الآن، وفعلا قد وفقت فيه أيما توفق. ربما حدث لك في أثناء وأن ذاهب إلى التقرير أو كذا بعض المواقف. طبعا مواقف الحج مليء بالمواقف ومليء أيضا بالمفارقات، يعني من ضمن المواقف من ضمن المواقف اللي حدثت يعني من ضمن رفع الله ضوابط قنوات المجد انها لا تصور دائما عسل. من اللي قال لك؟ جات امراه طاعنه في السن، كنا نسوي خاتمه في خارج المخيم في مشعر منى، فجاءت امراه طاعنه في السن تريد ان تبلغ سلامها. الله يبارك فيك. تريد ان تبلغ سلامها لاهلها، اعتقد كانت من تونس. فنحن قلنا نحن يعني في قناة المجد لدينا ضوابط، نحترم النساء لا نصور النساء، فهي أصرت. ف يعني قلنا احنا حرصا عليك هي امرأة طاعنة في السن كبيرة كبيرة 60 يعني الله يحفظها. حتى ما يعني اتفقنا على المصور، خلاص انت وجه الكاميرا لها من غير ما تسوي التسجيل، بس على اساس ايش؟ طيب خاطرها وبلغت. فالمواقف كثيرة، احيانا لما تسوي الخاتمة او لما تسوي اللقاءات الجميع يريد ان يعبر، أن يوصل سلامه لأهله عن طريق الكاميرا، عن طريق البث المباشر، فنحاول نتجاوز هذه الإشكالات، لكن الحمد لله أغلب الحجاج متفهمين يعني. أصعب تقرير مر عليك ربما في تغطيته في تصويره أنت ماشي، ربما عانيت من أشياء معينة؟ والله أصعب تقرير قد يكون هو تقرير يوم عرفة، فكمية الزحام طبعا منى فيها اتساع أكبر وأغلب الحجاج في خيامهم، لكن في عرفة في نوع من الزحام يمكن أكثر تعقيدا من المشاعر في منى. فطريقة التحرك وطريقة التنقل، وكمان أول ما الحجاج يشوف الكاميرا ويشوف المايك طبعا يحاولوا أنهم يلتقطوا حوار أو يلتقطوا لقاء مع الكاميرا،
فالحمد لله الآن الأمور متسهلة ومتيسرة إن شاء الله. نعم، لا شك أنه أنت في أثناء رحلتك كمراسل قد تجد ربما مثل ما ذكرت، يعني مثلا يوم عرفة يوم مشهود، يعني حتى صعوبة التنقل فيه ووضع الكاميرا، أحيانا الناس الذين يأتون خلفك رغبة في الظهور، كيف أنك تقدر توفق بين هذا وذاك حتى ما يؤثر عليك في أثناء البدء أو الختام؟ أكيد أكيد، طبعا أحيانا وأنت تؤدي اللقاء أو تؤدي الخاتمة يأتي عرضا شخص أمام الكاميرا بحيث أنه يريد أن يصور، لكن يعني أنا جاني موقف أنه في شخص من أحد دول شرق آسيا لا يجد العربية إلا أنه يظهر في الكاميرا وإلا ويتكلم. طب تتكلم عربي يا شيخ يا حاج؟ ما أتكلم عربي، أتكلم إنجليزي، ما أتكلم إنجليزي. طيب إيش هتكلم بلغتك؟ يعني بصعوبة أقنعناه طب تكلم بأي لغة مفهمة حتى نستطيع أن نجاوب. المهم في النهاية قال أنا أتكلم كلمتين أو أقرأ قرآن، فسوينا معه لقاء وقري بعض الأحاديث وبعض القرآن بحيث أنه يظهر معنا في الصورة. الله يسعدك، وإحنا الآن التقرير جاهز مشاهدينا الكرام، راح نترككم مع هذا التقرير عن هذه الحملات التي تسمى فخمة وأراء الناس المتباينة فيها، ثم راح نرجع لكم مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسن والددو، وإلى هنا. وفي أرض المشاعر بازدهار ترى المجد ينير كما النهار،